دخلتي لهذا الفيديو هذا مرحبا بك. اليوم غادي نتعلم الاكله ديال غورمه سبزي. نعاودها، غورمه سبزي اللي هي واحد الاكله ايرانيه كيديروها الناس الايرانيين غير اللي عزاز عليهم، حيت فيها واحد كيتعذب في الطياب ديالها، ولكن غادي نفهمك دابا وغادي نعلمك الطياب ديالها ساهل كيفاش تمكن لك ديرها في الدار. هي كتكون من خمسة العناصر اللي هما مهمين وخصهم يكونوا فيها، إلا كيخصهم يكونوا فيها. عندك الوراق ديال الفجل، الوراق ديال المعدنوس، الوراق ديال القزبر، الوراق ديال السبانخ، والوراق ديال الحلبة. من اللي سمعتي هاد المكونات هادو راك فهمتي كيفاش هي غنية بالحديد، غنية بالكالسيوم، غنية بالفيتامين بي أ بي دو، الكالسيوم، مغنيسيوم، الحديد، بزاف ديال الفيتامينات اللي هما موجودين في هذا، وهي أكلة صحية. كيكون فيه غير البصلة ومن بعد كتحط فيه هذاك اللي إذا كان عندك واجد الفريجيدير راه كتطلعو من الفريغو وكتخليه يتطلق تخليه يتشحر كيف نقولو حنا في المغربية، يتشحر مع اللحم، او الا كان مجفف كتخليه في زق يوم قبل ومن بعد كتجيبو كدير البصله هي الاول كتشحر ومن بعد كتلوح فيها داك اللي فزقتيه من قبل كيكون رطب شويه. اوكي، البصله ديالها هي واجده فينيا شويه بحال هكا كنلقيقها هكا. غادي نحط اللحم ديالي باش يتشحر مع البصله ياخذ حتى المذاق ديالها. هي كتجي زوينه بزاف بالطروفه هكا ديال اللحم، يكونوا كبار شويه، يمكن يكونوا صغار ماشي مشكل، ما كيتغيرش المذاق ديالها غير على حسب الذوق. كيف قلت لكم كيكون فيها غير الملحه والبصله، ما كيكونش فيها شي توابل اخرين، ولكن كيبقى على حسب الذوق. كاين الايرانيين اللي كيديروا فيها المطيشه ديال الحك، هي كتغير المذاق ديالها، ولكن احسن المذاق هي انها تكون ماشي من غير مطيشة. كيكون في جنبها كيف نقولوا عندنا حنا في المغرب الحامض المصير، هما عندهم الحامض المجفف كنديروا فيها الحامض المجفف، واللوبيا، اللوبيا اللي كتكون حمراء، يمكن لكم ديروا اللوبيا بيضاء او لوبيا اخرى، وكيكون شويه ماشي بزاف، يعني دير فيها غير شويه باش تجي حبة حبة هكا. كتاخدو الليمون كتقبوه بحال هكا، كنتقبوه تقبوه من جميع النواحي ديالو، دابا غادي ناخدو غورمة سبزي كيف كيقولو لها في إيران. غورمة سبزي في واحد الريحة زوينة بزاف، هاد الخليط اللي قلت لكم ديال هاد خمسة ديال العناصر كيكون بحال هكا مقطعة، كتقطع باليد، لو مكانش عندكم الوقت تقدروا ديروها في الماكينة بحال الماكينة بحال اليد، أما إلا كان شي واحد بروفيسيونيل يقدر يضرب بيدو تجي أحسن، او كتقدر تيستيها بالفاصوليا اللي كتلوح فيها، يعني هذيك اللوبيا اللي كتلوح فيها تقدر كونترولها الا طابت هي عصب الا كلشي الا طاب. الفاصوليا
بلا ما نكذبوها بلا والو، حيت اصلا كطيب ليو باش يشوفوا واش طيب ولا لا. طنجره ما نسدوهاش، الا سديناها غادي يطلع كلشي على برا. خلي واحد الطرف ديالها محلول باش يبقى يطلع الهواء من هنايا، وكل مره ونشدوا البوطه تكون قليله اقصى درجه، لانه غادي يطيب واحد 3 سوايع او 4 سوايع، واحسن حاجه هي 3 سوايع. تقدر ديرو في المغرب، كانوا كيديروا شحال هذيك، نعقل على اليامات ديال رمضان، كيحطوا الطاجين او شي حاجه كيخليوه على الفخر، كيخليوه حتى العشيه حتى المغرب هكاك بحال هذيك الطريقه. مثلا الا كان على الفخر يكون احسن حاجه، كيجي لذيذ ديال بصح. دابا نجيو للطنجره الثانيه. الطنجره الثانيه درنا فيها الماء اللي غادي يكون مع هاد الغرمه سردي. الغرمه سردي ضروري ما يكون معها الرز. كنخليو الماء كيغلي، نشدو الروز اللي هو جوج ديال الكيسان كبار، جوج كيسان ديال الماء كبار. والماء ماشي مهم المقدار ديالو، يكون بزاف او شويه، ممكن نخليوه يغلي فيه بحال غادي طيب الباستا، يعني بحال طيب المكارنا، فهمت؟ ملي غادي يطيب غادي نشوفوه، غادي نقلبوه، غادي نحركوه شويه. بعدا نديرو شويه ديال الملحه، يكون الماء كيغلي مزيان، ديرو الملحه. ومن بعد غادي نجيو وغادي نقلبوه بحال هكا، نشوفوه واش كيتهرس او لا. ملي يكون واحد شويه طاب غادي نتخلصوا من هذاك الماء كامل، وديك الساعه غادي نديروا عليه الزيت والمذاق ديالو. هذا الروز ديال ايران، وهكذا كيطيب، يعني كيتسلق وكتحيد منه الماء كتصفيه، ومن بعد كتدوز من واحد العمليه اخرى اللي هي غادي نوريها لكم من بعد ما يطيب. اوكي، دابا غادي نخليو الميكرو بجوج ونتلاقاو من بعد شويه. اوكي اوكي، دابا تسنينا الروز واحد شويه، الروز الايراني تسنينا ليه شويه تسلق. دابا غادي نتخلصوا من الماء اللي زايد فيه. اوكي، انا شفت هكا كيفاش تكونتروليه، كتشد واحد الوحده باش نوريكم شي وحده منهم بلا ما تصحبها، كلا هكاك تحس بها كتهرس بسهولة، كتعرف أنها طاب صافي. كنفتح عليه الماء وكنحاول نتخلص من الماء السخون ديالو باش نحبس له الطياب. هاد الطاو هادي ندور عليه الماء، الماء ما يكونش بارد بزاف، يكون دافي، نحاول نغسلو باش نمشي منو حتى النشاستة اللي كتكون فيه النشا كيف كنقولو حنا بالعربية. اوكي، في الطنجرة كندير شوية ديال الزيت باش ما يلصقش. خليو الزيت شويه سخون، نجيو نطلعو على الغرمه السبزي ديالنا كيف عامله، هي عامره فيها الماء مزيان، فيما ينقص الماء ديالها كنزيدو عليها الماء، وكنخليو الغطا ديالها بحال هكا مفتوح كيف كيقولو مبسم.
اوكي دابا غادي ناخذ الرز ديالنا اللي صفيناه ديجا من الماء، نحطوه شويه في التنجره. اوكي نحاولوا نديروا بحال الشكل ديال البيراميد من الجناب. كيف تجي وحدة وحدة يعني نفرق على بعضيها فوق. آخر حاجة كنخل ناخدو شي زيف اللي يكون ناشف.